أشعة في الفحم. طول الترندة فنجان قهوة بده كلها بطولة. ولا يهمك أمي، رندا بتحب تغلي القهوة على النار وتفورها منيح حتى تطلع طعمتها رادزي. لو كان عم تطبخ خروف محشي كان استوى. فظاع على بنات هالأيام شو تنابل. طولي بالك أنت تانية أمي، ما صار للمخلوقة خمس دقايق فايتة على المطبخ. لا سيدي صار لنص ساعة وانت السادق. قوام الحمق لمرته صار يدافع عنها. مو قصة دافع عنها، بس المخلوقة حامل بالشهر السابع، بقى شو بدك ياها تعمل يعني؟ تنطنط تقمز أمز؟ الحوامل يا أمي بتصير حركتهم بطيئة، ما بيعودوا نشيطات مثل الأول. ها يعني بالأول كانت حركة كتير، شفناها فوق وشفناها تحت. أمي الله يخليكي روقينا عند المساء، حدا زعجك؟ حدا مضايقك؟ بالعكس والله رندا بتحبك وبتعتبرك مثل أمها فرتشكل. ياك التاني ليش أنا بكرهها؟ يا الله يسلم لك يا هي وأمها. هاتي حبيبتي هاتي عمك يسلم وديات. الله يسلمك. تفضلي روحي. يسلموا. هلأ هيك بيقول لك زوها؟ ضيف مرتك قبل أمك؟ مين الأكبر؟ أنا ولا هي؟ لا ولو يا أمي أنت الأصل، بس شفت حالي قدامها ضيفتها استقربت يعني. هات فنجان القهوة لهون هات وبلا صفحك يا عند المساء. حاضر تفضلي. يسلموا. طيبة قهوتي مرت عمي؟ ما بقى شي بس طحلة كتير. مطيع بيعرف أنا بحبها ماصلة وحلوة هيك أنا. الحق بإيدك، بس رندا صايرة عم تحب القهوة تقيلة كتير خصوصي بشهور الحمل. إيه الله يقيمها بالهنا. تسلمي مرت عمي، الله يخليكي فوق راسنا يا رب. إيه مطيع شو قلت لي؟ بشو حبيبتي؟ ما بدك تاخذني على الدكتور مشان صور على الايكو؟ ليش ما صورتي في شهر الرابع وقالوا لك بدك تجيبي توم بنات؟ صح مرت عمي، بس حابه اطمن اكثر. ودخلك شو راح يصير بهالشهرين ثلاثه يعني؟ معقوله تنقلب الايه والبنات ببطنك يصيروا صبيان؟ ما حدا بيعلم بالارحام الا رب العالمين عز وجل. صح مرت عمي، بس حابه اطمن على اوضاع التوم ونموه. الحق بايدها امي، الحق بايدها. ولا تنسي انه رندا بشهر السابع، ومعلومك الشهر السابع بخوف، يعني ياما حوامل ولدوا قبل اوانه ونبعيد الشر. طيب ليش ما بتتصل بالدكتور وبتاخذ منه موعد؟ احسن ما ناخذ ونعطي بلا طعمه. لك شو انا عم غني بالطاحون؟ ليش مرت عمي سلامتك؟ انه ليش انت بتحبي تدفعي جوزك مصاري على الفاضي؟ ما كنت افهم. يعني اذا رشحتي بدك تصوير طبقي محوري، واذا سهلتي بدك رنين مغناطيسي، وإذا وجعك راسك لازم تعملي تخطيط دماغ، وإذا دوحست إصبعتك بدك تفوتي على العناية المشددة. شو هادية؟ والله عزماننا ما كان كلها العلب. أنا فايتة نام تصطفلوا من كل بعضكم. شبهة مطيع والله ما أزنبت معها، ليش هيك صايرة مرت عمي؟ معلش تسلميلي، أمي مخلوقة كبيرة وصايرة أخلاقها ضيقة شوي، بقى بترجاكي يا رندا انك تسمعي وتسطحي. ما اختلفنا، بس ما بدي اعرف ليش حاطه نقره من نقري ونازله فيني كسح. ليكون في شيء مخبي عني. اللي مطيع اللي حتى اعرف اتصرف، ولا تخليني مثل اطرش بالزفه. شو بدي اقول لك يعني؟ والله ما في شيء والله. وبصراحه انا مستغرب كمان ليش صارت طباع متغيره. انا بقول لك ليش هيك عم تتصرف، وان كنك شاطر حزير. ليش بقى؟ هذا يا سيدي من وقت ما صورت بالإيكو المرة الماضية وعرفت إني رح أجيب توم بنات انقهرت ونهزت وصارت العقدة بوشها شبرين وما عادت تتحاكى. إيه والله لو شعلت لها أصابعي العشرة شمع ما رح ترضى. شو عم تحكي أنت التانية؟ معقول هالحكي؟ إيه شو شغلة بإيدنا يعني؟ هيك الله بده؟ مثل ما عم قلك مرت عمي وبعرفها بتحب الصبيان كتير. لا وخاصة إنها مجوزتك على كبر ومطلقتك من مرتك الأولانية لأنها ما بتجيب أولاد. إذا كان مثل ما عم تقولي لازم تفرح، لأنك أنت ما شاء الله كان عليكي من أول سنة حبلتي وما قصرتي. بس هي ما بدها ياني أحبل وبس، بدها صبي، فما بالك بتوم بنات. على كلين ماشي الحال، معها ما حترضى وبتتعود على الواقع، بس أنت الله يرضى عليكي
طولي بارك عليها شوي واستوعبيها. لك أنا كرمال جوزي وعيون جوزي بتحمل العفاريت ولا يهمك. أنا بدي نام، أنت سهران ولا شو؟ لا سهران شوي، سبقيني أنت. تصبح على خير. وأنت من أهله؟ مطيع؟ عيون مطيع. لا يكون أنت زعلان كمان لأني بدي جيب لك توم بنات. أنت بالذات إن شاء الله تجيبي لي 5 بنات دفعة واحدة، أحب على قلبي. ليش بقى؟ هيك، لأنهن منك. الله يخلي لي إياك، تصبح على خير. وأنت من أهله؟ يا حيف عليك يا مطيع، يا حيف عليك أنت ومرتك يا حيف. ليش يا أمي؟ شو عملنا عاطل لا سمح الله؟ يعني كأنه أمهاتكم قدامكم دبان أو خرفانات أو مالهم جنس القيمة. محشومات يا أمي محشومات، ليش هيك عم تحكي؟ شلون ليش هيك عم تحكي؟ يعني نحن التنتين بجلالة قدرنا، مو عجبتكم أسماءنا؟ نعم، يعني بدكم يانا نسمي بناتنا بأسماءكم؟ يه، ليش هيك رفعت لي حواجبك؟ وكش بدنك، شو أسماءنا أنا هالمخلوقة؟ كخة يعني؟ عن جد عم تحكي مرت عمي ولا عم تمزحي؟ ليكو التانية ليكو تسألني وكأني حكيت نكتة الموسم. ايه ستي عن جد وستميت عن جد كمان، ولا شلون اختي امرندا؟ والله يا حبيبتي شايفتلك هن بدهن يفصلوا وهن بدهن يقيسوا وآرائنا عندهم بايخة وفايته مثل الكشك البيتي. يا أمي يا مرت عمي فهمونا مشان الرسول، نحن ما قصدنا الإهانة ولا الحط من شأنكم ولا حتى الإهمال ولا الإغفال، بس انتو بتشوفوها معقولة نسمي البنات هاجر وزليخة؟ وشو المانع يعني؟ بتضل هالأسماء مقدرة وإلها رنة بالأذن وهيبة باللفظ. بكفي أسماءنا من التاريخ والتراث. يعني بدكن يانا نسميهم هاجر وزليخة؟ ليش شبههم هاجر وزليخة؟ عازك وعوازك وألف رعب انبازة. يا مرت عمي سلامة عرفك، يعني ما جرت العادة إنه الأب يسمي على اسم أمه أو الأم تسمي على اسم أمه، العادة جريت إنه الأب يسمي على اسم أبوه. أنا بدي تسموها زليخة وخلص. أختي مرندا ليش قاعدة لحالك؟ تعي تقبريني، تعي جنبي، تعي. إيش بعرفني؟ قال ما بيحن على العود إلا إشره. أنا لك أن تقبريني إن شاء الله. ليش أنا أبي على اسم مين سماني؟ على اسم مين؟ على اسم أمه الله يرحمك يا أبي. شو إنك كنت ناس ملاح وبتفدي أمك بروحك؟ أصلاً شرف وأكبر شرف إنه تتسمى هالمفعوصة يلي جاي على الطريق باسمي. لا أنت قولي، إذا كانت أسماءنا غريبة شوي فالبنات رح يتميزوا بين الكل، يعني إذا نادتها معلمتها بالمدرسة يا زليخة بترد لحالها، مو مثل إذا نادت المعلمة يا ريم بيقوموا 10 بيوقفوا بيقولوا لها نعم يا أنسة. شايفة لك أختي، بس بدك مين يقدر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة. يعني أنتم مصرين ماما ولا عم تمزحوا مشان تشوفوا إذا كنا منحبكم ولا لا؟ إذا كان مشان تشوفوا محبتنا. شو محبتنا وبطيخ مبسمين؟ قسما بالله يا رندا إذا ما بتسمي البنت باسمي لحتى أزعل منك سنين بطولها ولا تضل حرقة بقلبي طول العمر. وأنا الثاني قسما بالله يا مطيع إذا ما بتسمي البنت على اسمي لحتى أزعل منك الدهر بطوله، ومين بيعرف يمكن يأثر هالشي على البنت وما عود أحملها بين يديي. لك إذا بسها رح أبوسها خطف. وإذا كانوا لسبد رح أحملها بين إيدي وأنا كرهاني بس مشان الواجب. أمنت بالله على هالنار العربي إنه ليشك عقدتوا المسألة ما بعرف. أحكي لك شي كلمة رندا؟ شو بدي أحكي؟ البنات بناتك والرأي والشور إلك. طيب ماشي الحال، خلوني أفكر بالموضوع كم يوم. مطيع لحظة شوي. خير أمري. أنا خايفة يزعلوا منا لأنه مبين عم يحكوا جد، مو هيك ملاحظ؟ بلا، وهالشغلة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر، منين طلعوا لي فيها ما بعرف. شو رأيك أنتِ؟ أنا رأيي إنه بدنا نسايرهم، شئنا أم أبينا. هيك فكرك؟ ما في غير هيك. ماشي الحال. شو بك يا حطيتي تمك بإذنه ونزلتي قر؟ سلامتك مرت عمي ما في شي. الحقيقة كانت عم تقلي إنه الحق معكم، ولازم نحن نسمي البنات بأسمائكم حتى نكسب الرضا أولاً والشرف ثانيا. هيك ها؟ هيك الناس بيحكوا؟ مو هيك اختي امرندا؟ تمام، ما في حكي منو. روح الهي يا مطيع بحسنة رضانا عليك وبحسنة ايام مرتك بالسلامة، يرزقك رزق تلحقت لمه ورزق ما تلحقت لمه الهي. روح يا رندا، الهي وانت جاهي ومولاي يفتح بوشك،
دروب السعادة والهنا يا حق وتقومي بالسلامة يا أم زليقة وهاجر. يلا رح أقوم أعملكم شراب التوت. تقبريني. بيّن معك شيء؟ طبعاً بيّن. مبروك بنتين، الله يسلم لك ياهم. حلو كتير. الحقيقة يا سيدي نحن صورنا عند غيرك وأخذنا نفس النتيجة. يا سيدي هذا علم، واللي حضرتك حطيته بالطنجرة رح تشيله بالمغرفة، يعني أنت حطيت بنتين وهي رح يجيك بنتين. هو نحن ما بيهمنا إلا الخلاص والخلقة التامة بين الناس، ويلي بيبعت لنا يا رب العالمين نحن رضيانين فيه. شلون نمو الأجنة دكتور؟ كتير عظيم وبالحقيقة مثالي. طمنتني دكتور، الله يطمنك. تقبريني رندا، منين كاسة عصير من تحت ايديك الحلوين؟ من عيوني مرت عمي. ها يمكن اجت مرت عمي. مرحبا امي. اهلين ماما. اهلين. كيفك حبيبتي؟ مشتقت لك. هاتي هاتي. تسلم ايديك يا ماما. مرحبا صهري. اهلا وسهلا مرت عمي. اهلين اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلين تفضلي تفضلي ونسيني تفضلي هذه جنبي اشتقت لك. ايه والله فيكي الخير والبركه يا اختي. اهلا وسهلا. ايه ام هاجر شو نويتي تضيفينا؟ لحظه من فضلك شو قلتي؟ خير في شي شبك؟ منين جايبتي هاي ام هاجر؟ يقول لكن شو بدي اقول؟ تقلي لي ام زليخه وانت عم تضحكي وتلعبي. ام زليخه انت الثانيه والله ثقيله على الاذن. لكن ام هاجر مو ثقيله على الاذن. اسمع مطيع شرب الحالة ولا خناقة على البيدرة. امري امي. البنت يلي بتولد بالاول بتسموها زليخة يعني البكر، والثانية بتسموها هاجر، وان شاء الله تنزل بعد زليخة بثانية واحدة. مفهوم؟ مفهوم شو عمل لك ولا عيد افتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لك هلأ بدكن جننوني بهالقصة؟ اسماءكن وتبنيناها، اما شغلة مين بينزل بالاول والله القصة ما خطرت لي منوب. معلش خليها تخطر لك. بس يا مرت عمي اسم ام زليخة بكبرني كتير. يعني انت صغيرة يلي بتجيب توم صغيرة؟ شو دخل امي؟ يعني بس الكبيرة بتجيب توم؟ شوفوا انا لحد هلأ ساكتة وقاعدة مثل الاوادم. ها بس بلا سمي فورا. لا يا خوفتيني انت وسمك تقبريني. قومي قومي عدينك لسه لزقاني فيني على حساب تعي ونسيني تقبريني. قومي قومي مالي طايع حالي لحتى طيق. قومي الدنيا شاب قومي عدينيك. شو رأيك مطيع؟ رأيي إنه اسم أمي حلو وواجبي كأبن باربي أمه إني امتثل لأمرها. إيه لا سيدي ما حزرت، البنت الأولانية بتتسمى على اسم أمي. ولك يا رندا هي أمي، يعني بتأمرني أمر بتدعس على رقبتي، ما بحسن أرفض لها طلب، بيعاقبني ربي بعدين. بالله لكن يعاقبني إلي ما؟ شوف مطيع صلي من أنت وأنا عم ساير الكبير والصغير والمقمط بالسرير، بس بعد هاللحظة ما رح ساير حدا. ولك يا روحي يا عمري شو هالقصة المهمة؟ شو هالقضية المعقدة؟ خلاص أمي هيك رغبتها فلازم نمتثل لرغبتها نحن. بالله شو؟ وحماتك شو بتعمل فيها؟ بتنمي رغبتها؟ ولك هلأ شو هالحكي اللي بيهز البدن يا مرت عمي؟ هلأ قبل ما تفور وتغلي وتطول وتقصر بدي أسألك سؤال. اتفضلي. أنا بعمري طلبت منك شي طلب؟ المهم هلأ لوين بدك توصلي أنتي؟ هاها انا ما الي غير هالطلب، يا بتنفذه يا اما ذنبك على جنبك. حلو والله وصلت المساله للتهديد. طيب وانا كمان ما راح اسكت وراح افتح حلقي على العريض وتحملوا اذا فيكم تتحملوا. والله يا مرت عمي انت على العين والراس، بس طلبك يعني لا تاخذيني يا اما فوق الاسطيح. هلا هذا اللي طلع معك ست الحسين ايشو عليه؟ عملي وكتري. ما بصير تحكي معها هيك يا أمي، الله يخليكي، المخلوقة حامل ما بيناسبها هز البدن. لكن أنا الست الكبيرة اللي بيناسبني. يا والله حاسة شراييني راح تتقطع، ما عاد فيني أتحمل اللي على قامتي. يا رب وتعبوا قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. يا أمي يا أمي دخيل كون. روحي لندا روحي جيبي لك كاسة مي. الله الله يخليكي. حاضر تأمر أمر بس تعا شوي عاوزتك. خير
يا لحظة، شو بدك؟ شو بدك؟ يعني هاي الحركات تبع أمك أنا حافظتها عن ظهر قلب، لسه بتقلي ضغط وشرايين وضراب الصخن. شو الحكي؟ يعني أمي عم تمسك؟ والله أنت أدرى. تعما علقوا مع بعضهم، إنه شلون تركناهم لحالهم ما بعرف. حاجتك تمثيل بقى، حاجة تمثيل، هاي الأساليب أنا استعملتها من زمان ونسيتها. لك حلي عني أعمل لك العريضة تقرضك. لك شو بكي أنت وياها؟ شو بكون؟ حاجة بقى عيب على حس الجيران، عيب. رح حل عنك، بس قبل ما حل عنك بدي فهمك انه انت اسمك مشي، فهمتي؟ اسمك مشي. لك ما حدا اسمه مشي غيرك، انت ما حدا اسمه مشي غيرك. ايه روحي بلا علاقة فاضي بلا طعمة يلا. لك روحي عني، لك وحدة شرشوحة انت. انا شرشوحة؟ ايه انا شرشوحة؟ ايه. اخ اخ قلبي قلبي ما عاد اقدر اخذ نفس، قلبي قلبي. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. ولك تحرك خلصني. على عيني وراسي. وين حاطة ابريق الليمون؟ التانية. يعني مرته وعم تولد، أكيد بده يكون قلقان عليها وما رح يجي يعود، بده يشوف ضنات زلمة، بده يطمن على خلاص مرته بالسلامة. قبل على أيامنا ما كان في هيك شيء، كان تجي تداية على البيت برمشة عينه وخفة إيد، تمد إيده وتملص الولد ملص وتضرقه على دنبه طرقتين ومبروك ما إجاكم. أما هلا كل شوي والتانية الممرضة بتنبز راسها بتقول بقي لها ساعتين، بقي لها ساعة، بقي لها عشر دقايق، قدوا للعشرة. لك كأنه صاروخ بده يطلع على القمر. يوك طمنيني شو صار؟ بقي لها دقيقتين. الله يقومك بالسلامة يا رندا. لك أنا بعمري ما شفت ابني الآن مثل ما اللي شايفته هلا. لك أنا لما عملت عملية الزايدة قولي بعيد الشهر. بعيد الشهر ما شفته الآن كل هالقد. إلا أنه أنت كنتي تحت البنج، شلون بدك تشوفي؟ يعني إلا ما تعارضيني ما في خواص. طمنيني أنسة، شو الأخبار؟ مبروك ولدت المدام. ألف الحمد لله على السلامة. على السلامة. طمنينا كيف البنات؟ أنو بنات؟ يو شو أنو بنات؟ زليخة وهاجر. المدام ولدت بنت وصبي. شو الحكي؟ بنت وصبي؟ خبرك يا استاذ ممنوع. شلون بنت وصبي بقى؟ شلون؟ شو شلون؟ ما فهمت عليك، يعني شو متوقع يجيك؟ عصفور وقطة؟ على كل يطلعوا هلا للغرفة وهلا بيجيب المدام مع الولاد، مبارك ما اجاكم. الحمد لله على السلامة توريني. الحمد لله على السلامة يا رندا. توريني رندا الحمد لله. الحمد لله على أيامك والهنا. حبيباتي اللهم صل على النبي. بارك ما أجاكم يا رب. الله يبارك فيك. شكرا كثير. بارك ما أجاكم. شكرا يا دام الله يخليك. الله معك مع السلامة. عرفتي شو جبتي؟ قالوا لي بنت وصبي. الحمد لله الحمد لله، كل شيء من رب العالمين مقبول، أهم شيء إنك أنت بالسلامة. الله يسلمك. يقبرني يقبرني. شايف يا مطيع ما أحلى الخالق الناطق جده. مطيع شو رح تسميه؟ محسومة المسألة ما تعمي، رح سميه راغب على اسم أبي الله يرحمه. عاشت الأسامي. وأنا كمان بالنسبة إلي المسألة محسومة. شلون يعني؟ يعني أنا سميت البنت هاجر وانتهت القصة. ومين قال هالكلام؟ هي اسمها زليخة وما في مجال الأخذ وعطى بنوب بنوب. إيه ما حذرتي بنوب، هي اسمها هاجر. إيه روح العابي بعيد، أنا أمه لبطيع والأولى تكون باسمي. لا تكتاكلي هم قلبي شو ذكية. إن شاء الله حولك وحولك. دخيلك هي اسمها هاجر. لا زليخة. لا هاجر. لك عم قلك زليخة. لك خلاص يا جماعة خلاص، نحن قاعدين بمستشفى مو ببيتنا، استرونا مشان الله لا تعملوا لنا فضايح. مالك شايف أمك؟ يعني معقولة تحطها واطي لحماتك؟ مشان الله اعطوني الاولاد شوفهم قبل ما تتخانقوا. استاذ جهزتوا الاسامي مشان سجلهم بالبطاقه ولا بعد بكير؟ بالنسبه للصبي سميناه راغب. والبنت؟ البنت ما اعتمدنا لسه، بعدين بعدين. طيب
طيب على راحتك استاذ، بارك ما اجاك. الله يبارك فيكي. وزليخة؟ السمين اللي زليخة مشان الله صهري لا تمزح، بعدين بياخد الاسم على لسانه. يعني وزها أخذ على لسانه وبعدين؟ قصدي يعني لسه ما اعتمدنا. لك يا جماعة، صار عمر البنت 22 يوم ولسه ما سميناها، إيه ما بجوز هيك وآخرتها معكم؟ إيه والله مطيع معه حق، يعني إذا كان قلبه طيب ومساير مو ضروري نستوطي حيطه. مو مسألتي استوطوا حيطي يا رندا، بس الولد سجلته بالنفوس ومشي الحال، والبنت لساتها بلا اسم. خلصوني بقى، والله لو كانت أزمة الشرق الأوساط كانت انحليت. اتصرف انت التاني، شو بك تشتوش؟ قول أنا هيك بدي وخلاص، شو ناطر؟ يا سيدي مو مشكلة، جيب الأولاد معك. بجيبهم بس بصراحة خايف يكون شوب عليهم. يا سيدي لا شوب ولا شيء، بعدين انت سيارتك مكيفة مو هيك؟ ايه صحيح. أصبح لازم تجي، ما في كلام. تعال أنت والمدام، مرتي بتفرح فيكم. هو الأحب على قلبي، وأنا صار لي زمان ما تغديت بزحلة، بس بيني وبينك بخاف الأولاد ينزعجوا على الطريق. أخي أولادك صغار، رح يقضوا الطريق بالنوم. طيب، نهار الجمعة بكون عندكم؟ إذا اتفقنا. اتفقنا حبيبي. إيه سيدي. أهلين حميد. رح أحضر لك الكب النية والمشاوي. لا تأخروا ها. لا لا ما رح نتأخر. يلا سلام. الله معك عيني، مع السلامة. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. ما كنت صريح؟ ايه معنا ولو. ممكن شوفون؟ ايه تكرم عيونك. وين التصاريح؟ والله بتذكر انه كانوا بجيبتي. دور منيح. عم دور ما عم لاقيهم. بالظاهر نسيتهم فوق ظهر التلفزيون بالبيت. شو صار معك استاذ؟ لا تاخذني يا اخ، نسيان التصاريح بالبيت. طيب ماشي الحال، معك دفتر عائلة؟ ايه معي، تفضل. الست مدامتك مو هيك؟ ايه مدامتي رندا. بس انا شايف معك طفلين صغار بالإنداقة. ايه هدول ولادي. بس مكتوب دفتر العائلة ولد واحد بس، راغب الشامي. ايه صحيح، وهي اخته. بس مو مسجل بدفتر العائلة. يا سيدي قصتنا قصة، صار عمرها شهر ولسه ما سجلناها. ما بيصير يا حبيبي، أنا ما بقدر أسمح لكم بالمرور. ليش بقى؟ لا تأخذني يا أخ، بلكي هالطفلة مخطوفة أو مهربة أو إلها أهل. طبعا إلها أهل، نحن أهلها. أخي الله يخليك، أنا ما بحسن أخذ هالشي على مسؤوليتي بنوب. وبصراحة إذا كنت عم تدعي إنه بنتك وبلك مسجلها، المسألة فيها سجنها. شو الحكي؟ مثل ما عم قلك يا حبيبي. ايه وشو المعنى هلا؟ المعنى انه ما في مرور الا الك وللمدام ولراغب الشامي فقط. امنت بالله على هالنهار، ومن هون لهون؟ لا في من هون ولا في من هنيك. رجع ظبط وضعك وبعدين بحطك فوق راسي. تفضل يلا. شبك واقف؟ خلاص أمرنا لله، خلينا نرجع الشام. أقسم بالله العظيم يا رندا، والله على ما أقول شهيد، إني بكرة على بكرة راح أسمي هالبنت باسم أم أو مرت أول إنسان بصادفه، ومهما كان اسم أمه أو مرته، وبكرة على بكرة بتشوفي. معقولة تساوي هيك؟ مثل ما عم قلك، العمى على الحالة، بالقرعة ما قبلوا، بالسحب ما قبلوا، بالرضا ما مشي الحال، بالغضب تعقدت الأمور. إيش بدي ساوي لكان؟ يعني معقولة تسمي بنتك بحي الله اسم؟ خلاص رندا ولا حرف، مشان الله لا تحاكيني. فهمتي ولا ما فهمتي؟
خلص بقى روق روق شبنا. صباح الخير يا مختار. اهلين وسهلين. صباح الخيرات. تفضل مختار. الله يزيد فضلك. شكرا. يا اهلين وسهلين. مرقي اخي، انا بدي اسالك سؤال صغير. تفضل. ولو انا اجتني بنت ومحتار شو بدي اسميها، بقى شو اسم الوالده الكريمه؟ زليخه. ومرتك؟ هاجر. ولك يا عالم يا ناس يا خلق يا هو، شو بدي اسمي هالبنت؟ والله احترت. قلولي خلصوني. يا ماما انا ما عم ماطل، انا احب على قلبي اتجوز اليوم قبل بكره. الك ليش مبرد قلبك امي؟ مالي مبرد قلبي، انا بتعطل على السكنه، هي كل القصه. يعني لساتك حاطط ببالك انك تكسي الفيلا وتسكن فيها؟ ما في غير هالحل. لكان بدك ياني استاجر بعقد سياحي وادفع مصاري بلا طعمه. اسمعوا على الحكي، مين قال الكلام هاد؟ لكان شو بدي اساوي هلا؟ ضروري نعيد ونفتح نفس القصه. فكرك اسكن عندكم هون بالبيت؟ ليش لا ماما، البيت كبير والغرف كتيرة. بس أنا ما بلاقيها مناسبة أسكن عند بيت أهلي، لأني إذا بدي أسكن عندكم بخاف. لا تخافوا، لا على بالك، أنا ما عم بقلك أسكن عنا على طول، كل حسن زمان لبين ما تخلص الفيلا تبعها. طيب ليش ما منأجل العرس وبنسكن بالفيلا بعد 6 شهور؟ ليش متأكد إنه الفيلا رح تخلص بال6 شهور؟ وليش لحتى ما تخلص؟ المصاري موجودة. مو على المصاري عم بحكي أنا ماما، عم بحكي على الوقت. يا ستي أنا بتوقع لها تكون خلصة ب6 شهور وعلى أبعد تقدير. هيك المتعهد قالك؟ ما أحلاني مسلمة لمتعهد وأنا مهندس. والله بهالحالة إذا مثل ما عم تقول بتنتهي ب6 شهور بيكون عظيم كتير. هيك وعدوني. مثل ما بتعرف الفيلا على العظم، يعني الهيكل الإسمنتي خالص والسور خالص وما بيه غير أعمال الكسوة، وهي شغلتها بسيطة. طيب ماما توكل على الله، وبهالحالة هي بعمل لك عرسك إن شاء الله. إن شاء الله بنص تموز. إن شاء الله. عن إذنك ماما. أهلين ماما. يا ابو طارق، قديش بدي اعمل تمديدات صحيه لحتى تنتهي برايك؟ يعني شي شهر تقريبا، بس انا بدي افهم بالضبط شو مطلوب مني. بصراحه انا ما بفهم بتفاصيل الاعمال الصحيه، بس بدي يكون عزل البواري ممتاز. معلومك الارض حاميه وصخريه. ولا يهمك استاذ صبحي ولا يهمك. بالنسبه للامور الفنيه اتركها علي انا. ولمعلوماتك ها، الارض اذا كانت حاميه احسن ما تكون رطبه. قل لي ليش؟ لأنه الأرض إذا كانت رطبة بتساوي هريان وصدي بالبواري، أما إذا كانت حامية ما بينخاف منها بنوب. أنت أدرى، أنا المهم عندي أنه تكون المجاري كلها سالكة، وقد ما بتقدر خلي البواري تخينة، وخاصة بواري المنتفعات، حتى المي تخدق خدق. يعني إذا كنتوا بتركبوا البوري بسماكة 2 إنش خليه 3 إنش. تكرم عينك أستاذ صبحي. وبدي مصارف كتيرة ونقاط تفتيش، وخاصة بالجناين. على عيني. وغيره؟ ومسألة الوقت الله يرضى عليك، يعني أنا شايف أنه مدة شهر كتيرة للتمديدات الصحية، مو كتير برأيك؟ لا مو كتير، خليني أخذ راحتي واشتغل على مرائي. ما بتعرف بجوز فاجأك وسلمك الشغل قبل بأسبوع. أنا هيك بحب حط أيام زيادة مشان ما أنضر. ما بتعرف شو بيخلق الله معنا. الله يعطيك العافية. أصبح خلينا نتفق على الكلفة. ما رح نختلف أستاذ، ما رح تكون غير مبسوط ورضيان. يا سيدي أنا بالكتير بالكتير خلال شهرين بسلمك، بس أنتوا أمنوني الشمنتويات والرملات وتريك الباقي علي وعلى ورشتي. ولا يهمك، كل شي بيتأمن. أنا سمعت عنك كتير يا أبو عصام وعن شغلك النظيف، ولهالسبب طلبت شوفك حتى تسرع لي ما أمكن، لأنه بصراحة بدي لحق أعمل عرسي فيها بالصيف. يا سيدي ما تكون إلا مبسوط بإذن الله، وعلي خود مني حيطان أنعم الحرير. عظيم، كتير حلو.
حكم الشغل النظيف والموعد الدقيق هنن سمعت الإنسان. إيه سيدي، بدك تلبس سور الفيلا حجر ولا طينة؟ ما بعرف، شو رأيك أنت؟ ما بعرف، بخاف إلا طينة. بتقول هذا الرجل عم بيستفد له بكم متر؟ لا لا ما بقول، أنا كتير بهمني رأيك. هي الأصول طينة، صحيح في ناس بيلبسوا يعني السور حجر، بس هدول بلا مؤاخذة بطرانين. أنا رح أعمل لك طينة قربين ما بتقول عنا إلا الخام منقوش، ورح أرسم لك كمان رسمات نافرة بتطير العقل بالطينة. حلو، جميل جدا. ورح أعمل لك يا سيدي ملا أنت شلال بزاوية الجنينة، وبحرة فيها نوفرة بتخدق فيها المي وبتاخذ رطوبة وطراوي أنت والمدام. يا عيني عليك، أصلا أنا ما رح أعمل عرسي إلا بهالفيلا إن شاء الله. إيه ليش لا؟ إن شاء الله ألف مبروك، وبكرة رح تدعي لي كثير أستاذ. إمتى بكرة يعني؟ يعني كله شهرين بالتمام والكمال أستاذ. طيب. ولو شو العقد أستاذ؟ لشو؟ لا يا أستاذ صبحي، شو أنا عم بتعامل مع دولة ولا عم شو طريق؟ أبو عصام كل بده هي عقد. لا عفوا مو القصد، بس لأنه فعلا أنا مضطر إني أسكن على الصيف. ولو أبو عصام عم بيحكي أستاذ صبحي مو حرمة. يا عمي يا فاروق. نعم امرني. بدي الخشب كله كندي وزان وسنديان. على عيني وراسي. تكرم يا استاذ صبحي. البواب والاباجورات شلون بدك يا هون؟ قل لي، ابواب بينفتحوا ولا اباجورات سحب؟ لا اباجور سحب على الموتور. طيب بتريد تركب قوالب عيره للمنجور ولا بدك الطب ملابن الخشب طب على الطينه؟ بدك الصراحه انا ما بفهم بهالشغله منيح. إيه نعم مهندس، بس أصبح ولا يهمك، منساوي لك ياهن قوالب عيرة أمكن وأحسن. البواب شلون بدك ياهن؟ قل لي شلون يعني؟ يعني بدك بلور بنص الباب ولا بدك يا خشب كله؟ بلور أحسن مو هي؟ بخاف قل لك مو أحسن تقول لا، هي أبو فاروق بده ينتفع له بكم متر خشب زيادة مني. يعني بلا بلور أحلى؟ أنا ما دخلني، أنت قل لي شو بدك ويلي بدك يا بيصير. أصبح خليهم بلور مغشر. بس البلور عرضة للكسر، ها يعني بأقل جريان هوا بيخبط الباب وبيوقع بلوره وبيفرط مثل الطحين. مندير بالنا، مو مشكلة. لا مشكلة حبيبي، لأنه كل ما دق الكوز بالجرة بده ينكسر بلور الباب، وبدك تدعي علي وتسبني وتقول ليش أبو فاروق ما نصحني. طيب ماشي، اعملهم بلا بلور، خلي البواب خشب. ماشي الحال؟ معلوم، أحلى بكتير. طيب شو نوع الخشب البواب والدرابزين الداخلي تبع الدراج؟ كندي. الكندي مو منيح؟ والله بخاف قلك مو منيح تقول ها أبو فاروق بده يورطني ويدفعني ويربح علي. ليش في فرق بالسعر عن غير خشب؟ معلوم، في فرق الضعف على القليلة. الضعف؟ بالنسبة لأنه خشب؟ للسنديان أستاذ صبحي إسلام تعرفك، خشب السنديان لا يعلى عليه إطلاقا، خشب صم. يعني البسمار إذا دقيته بالصخر أو بحجر الصوان ممكن يدخل، أما بالنسبة لخشب السنديان لا يمكن يدخل أبداً. بيلوي وبيكسر ولا بيفوت فيه. يعني لا تأخذني، هي شغلتي وأنا ما بدي غشاك. طيب موافق، أعمله سنديان ماشي الحال. حلو كتير، ونعمل اختيار. بدي أسألك، أنت بدك خزاين بالحيط ثابتة؟ لأنه على هوا ما لاحظت عندك فجوات كتير بالحيطان، بقى بدك تفصل خزاين منقولة ولا بدك ياها مثبتة؟ انت شو رأيك؟ بخاف إلك خزاين ثابتة تقول لحالك ها بلش أبو فاروق يطمع علينا ويجر النار لقرصه. لا ولو، أنا واثق فيه وبدي إياك تنصحني. نصيحتي خزاين مثبتة بالحيط. هيك فكرك؟ طبعا. هلأ أنت بدك تنتقل من هاي الفيلا؟ لا عاد الفيلا إلك ما هي؟ الملك لله. إينا أصبح اتكل على الله وخليني أعمل خزاين مثبتة. خلص مثبتة مثبتة. يا سيدي بدي أسألك سؤال. بدك أنت خشب باركي بالسقوف المايلة ولا؟ أخي أعمل اللي بدك يا، بالظاهر أنت رجال مزوق مثل ما قالوا لي، والمهم يكون شغلك ممتاز مثل ما سمعت عنك. لكان بدي شهرين بالتمام والكمال، لا بيزيدوا يوم ولا بينقصوا يوم. ومن عندي 15 يوم بيصيروا شهرين ونص. لا شهرين بكفوا وزيادة، ليش عم تطول على حالك المدة؟ لأني مضطر أعمل عرسي بالصيف يا أبو فاروق،
هذا الموعد كتير مهم بالنسبة إلي. أستاذ صبحي شوف لألا إذا ما كانت حيطان الفيلا أنعم من خدود الصبية لا تستلمها مني. بعدين بكرة بس تخلص الفيلا من الطينة شبيك لبيك أبو رجب بين إيديك. لك أنت أبوك غالي علي كتير، ما بحسن بلعب معك بنوب. الله يسلمك يا أبو رجب، والحقيقة أنا موفق بالناس الطيبة اللي عم اتفق معها. لك إيه لك، أنت نيتك طيبة وحسب نواياكم ترزقوا. هو إمتى بيخلص الدهان؟ حاكم مستعجل شوي وبدي أعمل فرحي بالفيلا. يعني شي 3 شهور. 3 شهور؟ هو أنا بخلص لك الفيلا بشهرين، بس الشغل اللي رح أشتغله بده 3 شهور. معلومك رح أعمل 6 وجوه معجون و3 وجوه دهان، وبدك تعمل حسابك يعني لريحة الدهان. يعني إذا بتسكن وما بتفرق معك الريحة بسلمك إياها بشهرين. ماشي الحال، ريحة الدهان مو مشكلة. إذا خلينا على الشهرين ولا ألا خلينا على الشهرين ونص، لأنه أنا كلمتي كلمة وقولي قول، وهي رسمالي بهالدنيا. ماشي الله يعزك. خلص، لكن خلينا نتفق على الألوان إذا ما عندك مانع. شو ماما؟ لوراي؟ رايح طلع الفيلا، بدك شي؟ هلا ما عاد عندك لا شغله ولا عمله الا الفيلا. طيان وعدني يجي اليوم ولازم اشوفه. ايوه، يعني بديته بالطينه ولا لا؟ انا بعرف هالفيلا رح تجنني جنان. خاطرك ابني. الله معك، مع السلامه. أبو عصام، يا أبو عصام. أهلين أهلين أستاذ صبحي، يا أهلين أهلين وسهلين. شو وين الورشة؟ ماني شايف حدا. معلم الطينة مرضان ومقرب، اليوم ما قدر يجي. ومبارح ما أجا كمان. الرجال مريض، ليس على المريض حرج. أبو عصام لا تخليني أعصب عليك. ها أنت وعدني تسلمني الفيلا من شهرين، هي صار لك 4 أشهر ونص وما طينته غير طابق واحد. إيش هو الحكي هاد؟ شو أستاذ صبحي؟ شو طابق واحد؟ شو نسيت الدرج؟ طيب فهمني ليش هالتقصير؟ على حساب كلمتك كلمة ووعدك وعد. هلا لا تتصاخب وشي إذا بتريد، أنا ما دخلني. شلون ما دخلك؟ إيه طبعاً ما دخلني، هذا الشغل مو ذنبي. ها ذنب مين لك؟ ذنب معلم التمديدات الصحية، هو اللي أخرني هالشهر. يعني معقول أنا طين قبل ما يركب التمديدات الصحية؟ مو صحيح، أنا ضغطت على معلم التمديدات وتأخر 4 أيام بس. بجوز، بس معلم الكهرباء والشوفاج هن اللي أخروني هالشهر. وهلأ إمتى رح تباشر؟ شو بيعرفني، ربك عليم. يعني إمتى؟ شو إمتى؟ هلا يجي معلم الطينة من مرضه. وليش لزقان فيه؟ ما تبدله. لك شلون بدله؟ معقول هذا الكلام؟ ما أنا متفق معه مثل ما أنا متفق أنا وياك. بعدين لا تنسى أنه أنا كلمتي كلمة. اللهم طولك يا روح. يعني إمتى بتخلص طينة بالكامل؟ يعني بدي شهرين. لعمة لحد هلأ صار ماضي 4 أشهر ونص ولسه بدك شهرين؟ اللهم جيبك يا طولة البال. أخي أنت حددت، والإنسان مو لازم يحدد، أتركه على تساهيل ربك. تعال عندي بسرعة. إيه وليش ما بلشت بدهان لهلأ؟ على حساب تسلمني الفيلا خلال 2 ونص؟ شلون بدي دهن والطينة لسه ما خلصين؟ إيه شو بدك يعني دهن على البلوك يعني؟ لك يا عمي الطابق الأول خالص طينة من 20 يوم، ليش ما بديت؟ لا ما بقدر، ما بقدر حتى تنشف الطينة وتنسأ منيح. أنا طلعت وشفته بعيني مصقي وناشف وعم يستنى جنابك. بيجوز، بس في شغلة تانية. شو هي بقى؟ الدهان بيحب يفوت على نظافة، ما بيحب يفوت مع أي ورشة تانية، وخصوصا إذا كانت ورشة شمينتو وطين وسخام. بعدين الخشب والمنجور لهلأ ما تركبوا ولا حتى البوار. هلا بدي حلفك بأعز ما تملك، نحن هيك كان اتفاقنا يا أبو رجا. أنا لا تحط الحق علي، أنا ما إلي علاقة بالتأخير نهائيا. اي روح على منوشي، خد ورشتك وطلع على الفيلا، وأنا رح نبه على ورشة الطين ما حدا يقرب صوبك، منيح هيك؟
والله إذا بتضمن هالشي أنا جاهز. ما شاء الله شو بتصيروا ناعمين بعد ما بتقبضوا مصاري وبتوقعوا عقود. منيح اللي ذكرتني. شو؟ بدك تعطيني دفعة تانية. ليش؟ مشان اشتري مواد. وشو صار بالدفعة الأولى؟ لك يا أستاذ صبحي أنت بتعرف إنه أنا مرتي مريضة رحت عالجها. ماشي ماشي ماشي. بكفوا 50؟ معلش أستاذ صبحي خليهم 100,000. ماشي هاي هيك صاروا 100,000. يسلموا ايديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاش مين شافك يا رجل. شو لساتك عايش؟ والله شغل بالنا عليك. خير استاذ. ليش هيك عم تحكي معي بهاللهجة هاي؟ شو ليش عم احكي معك بهاللهجة؟ يعني مقصر وبدك تجائر كمان؟ بشو مقصر لا سمح الله؟ أنا مالي مقصر أبداً. شلون مالك مقصر؟ لك أنت مقصر 6 أشهر لسه ما دعيت مسمار واحد يا أبو فاروق. طيب شو بتريدني أعمل؟ أنا متعطل عالطينة. تعال شوف المنجور عندي بالمحل شلون مفصل ومقصوص وجاهز من جميعه. يا الله وكيلك هالشي مو من هلا، هالشي صار له 4 أشهر. ولك الطيان معطل عليك وعلى قوالب العيرة والدهان كمان معطل على البواب والطينة خالصة بالطابق الفوقاني من أكثر من 20 يوم. ايش بيعرفني انا بهالشيء؟ ما حدا قال لي. لك بدكم تجننوني انتو؟ لسه كل واحد بيرمي تقصيره على الثاني. ليش عم تعيط علي؟ انا شو دخلني؟ وانا شو دخلني؟ يعني حق علي انا؟ اللي الحق علي؟ لا مو قصدي بس يعني. لك شو قصدك؟ بعدين انت شو جابك لهون؟ شو بدك مني؟ لازمني دفعه بدي امشي اموري. ولك يا ناس يا عالم يا هو يلي امه زعلانه منه وبتدعي عليه بالعمار واللي ابوه غضبان عليه بيدعي عليه بالعمار وانتو اذا القن عدوين ادعوا عليهم بالعمار.